الصوفية في حديث جبريل سألوا عن الإيمان إيه هو، الإسلام إيه هو، وبعدين الإحسان، فقالوا أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك، وهذه هي الصوفية. فنحن بنحاول من خلال الذكر والفكر اللي ربنا تكلم عنهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون، يذكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، بنحاول بالذكر والفكر ان احنا نصل الى درجة الاحسان ان نعبد الله كأننا نراه. وهذا الوصول يمنع الانسان من كثير من الشرور، ويمنع الانسان من التكاسل، ويعطي له همة عالية في عمارة الارض، هو انشأكم من الارض واستعمركم فيها.